في العيد القومي لمحافظة أسوان تم افتتاح سلسلة من المشروعات التنموية استهدفت تغيير البنية التحتية للمرافق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الزميل وليد هيكل موفد النيل إلى أسوان. وليد، ضعنا في مشهد لديك في محافظة أسوان وأهم المشروعات التي تم افتتاحها. نعم غدا، بالفعل عبر شاشة قناة النيل للأخبار نتابع معكم احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومية 50 واليومين الذهبي لافتتاح السد العالي. مزيد عن هذه الاحتفال عن هذا الاحتفال غدا والتطوير الذي تشهده مدينة ومحافظة أسوان بصفة عامة، ينضم إلينا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وكذلك السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار. في البداية معالي وزير الأوقاف، الأوقاف شريك التنمية في العديد من المحافظات، لعل هناك مشروعات قومية لهيئة الأوقاف المصرية هنا على أرض محافظة أسوان، فماذا يحمل معالي وزير الأوقاف لمحافظة أسوان في عيدها القومي؟ بداية بنهنئ سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأهالي أسوان جميعا بالعيد القومي، والحقيقة في كل سنة وهذا العام بالذات نلمس تطويعا كبيرا هائلا، والمكان اللي احنا فيه ده خير الشاهد، احنا تقريبا دلوقتي مسافة 1.5 كيلو كاملة من التطوير، فبنهنئ السيادة المحافظ وأهالي أسوان بما تشهده محافظة أسوان من تطوير. الجانب الآخر، الرسالة، إن كان كنت بتكلم مع السيادة المحافظ في بداية الممشى هنا مشروع سما أسوان، وبنتحدث مع السيد المحافظ وهو من أهم المشروعات اللي بتنفذها هيئة الأوقاف الحقيقة بالتعاون مع محافظة أسوان بعد ما انتهت من مشروع الصداقة وعدد من المشروعات الحقيقة بالتنسيق مع السيد المحافظ. لكن أهم رسالة بختم بيها هو الجو اللي احنا فيه ده، احنا تقريبا الآن قطعنا أكثر من كيلومتر مع أهالينا في أسوان، هذه الروح الحب الحقيقة الثناء على هذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة هنا في محافظة أسوان والإشادة بجهود السيد المحافظ أما أسعدنا. الرسالة اللي بنبعثها للعالم كله في هذا الجو، جو الأمن والأمان والروح المصرية الأصيلة، إن شاء الله ربنا يديمها على مصر وأهلها إن شاء الله. كل شكر حضرتك سيادة وزير الأوقاف. وبالانتقال إلى حديث السيد الوزير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لعل محافظة أسوان بتشهد كما رأينا بالفعل منذ قليل العديد من التطوير والتنمية، سيادة وزير السياحة والآثار، كيف تكون أسوان قبلة السائحين خلال الفترة القادمة كما كانت كسابق عصرها؟ أول حاجة بتوجه لمعالي المحافظ والشعب أسوان بكل التهنئة ووفر الصحة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحافظة غدا 15 يناير 2021، 50 سنة على افتتاح السد العالي في أسوان. وفي نفس الوقت هو بداية الإعلان عن مبادرة شتي في مصر، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وغرفة المنشآت الفندقية، إن من بكرة الصبح إن شاء الله في تخفيض كبير على أسعار الطيران إلى المحافظات السياحية الأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة وشرم الشيخ وطابة. السعر لغاية أسوان رايح جاي شامل الضرائب 1800 جنيه. الأوتيلات نزلت بأسعارها، الأسعار عاملة تخفيض 50% الأسعار المصريين من بكرة لغاية 28 فبراير. فبندعو جميع المصريين يجوا يستمتعوا بأحلى شتاء في العالم ممكن يلاقوه. وبهذه المناسبة كمان احنا بكرة هنفتتح معبد اثري للجمهور لأول مرة منذ اكتشافه في وسط المدينة، معبد ايزيس، ثم هنعمل جولة نلتقي بمجموعة من السائحين الموجودين هنا، وبعد كده هلتقي بمجموعة من المستثمرين الموجودين في أسوان نشوف المشاكل والتحديات اللي بتقابلهم. ولكن احنا حرصنا ان احنا ننزل من الطيارة على وسط المدينة على السوق عشان نقابل أهالينا في أسوان ونسمع إشادتهم ونسمع شكواهم. وإحنا بنسقنا مع معالي المحافظ إن إحنا بناء على طلبهم يعني هنفتح لهم البازارات والمطاعم دي كلها لغاية الساعة 12 بالليل عشان يقدروا إن هم الناس تستفيد. أسوان الناس بتحب بالليل والناس جاية تسهر، فإحنا هنفتحها لغاية 12 بالليل والخميس والجمعة لغاية الساعة 1 إن شاء الله بإذن الله عشان رزقهم يزيد. وزي معالي المحافظ ما قال لهم إحنا بنطور لكم المكان
عشان يبقى العمل منظم فالناس تتبسط وتيجي مرة واثنين وثلاثة ورزقه بيزيد ان شاء الله. كل شكر حضرتك سيادة وزير السياحة والآثار. واخيرا بالانتقال الى السيد اللواء اشرف عطية محافظ اسوان، تطوير منطقة او مدينة اسوان بصفة عامة سيادة المحافظ، السوق السياحي، السوق التجاري القديم، كذلك انشاء ممشى سياحي، كذلك تطوير ميدان المحطة وانشاء بلازة سياحية لتكون واجهة لمحافظة اسوان. طبعا كل سنة وانتم طيبين. العيد القومي لمحافظة اسوان احنا بننتظره من العام للعام. النهاردة احنا في سعادة غامرة بوجود السيد وزير الأوقاف والسيد وزير السياحة والآثار موجودين معنا في العيد القومي، وطبعا ده بالنسبة لنا بيمثل قيمة كبيرة جدا ان محافظة اسوان من المحافظات العريقة، محافظة من المحافظات اللي ليها وضعها، وخصوصا ان هي من افضل المشاتل الموجودة على مستوى العالم. فعلا العيد بقى عيدين، تواجد وزير الأوقاف، تواجد وزير السياحة والآثار. في نفس الوقت عايز اقول للمواطن الأسواني هذا التطوير لازم نحافظ عليه كلنا، ده معمول علشانك ومعمول بتكلفة عالية جدا علشان خاطر حضرتك تستمتع بيه. فاحنا في مجال التطوير في مدينة أسوان هنشتغل في المدينة وفي جميع المراكز والمدن ان شاء الله كافة بالكامل، وتوحيد هذا المفهوم لازم يوصل لكل الناس عشان الناس تبقى فاهمة ان التطوير مش في مكان واحد، لا هيتم في كافة المجالات وفي كافة الأماكن إن شاء الله. كل شكر حضرتك سيدة محافظ أسوان. إذن زميلتي العزيزة غادة، بالفعل أنباء سارة حملتها الحكومة ممثلة في وزيري الأوقاف والسياحة والآثار هنا في محافظة أسوان في عيدها القومي 50 والاحتفال باليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي. إليكم في الاستوديو غادة. أشكرك زميلي وليد هيكل مفد النيل إلى محافظة أسوان، شكرا جزيلا لك.